رئاسة الجمهورية الجزائرية تعلن إنهاء مهام والي ولاية غليزة. إنهاء المهام جاء بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية. القرار جاء بعد اكتشاف تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية. إنهاء مهام رئيس دائرة زمورة أيضا بولاية غليزة. وزير التربية يقرر أيضا بأوامر من الرئيس تبون توقيف 3 مسؤولين بالقطاع في غليزة. التحقيقات متواصلة للوقوف على مدى تكفل المصالح المحلية ببرامج التنمية.